عم يعملوا قنبلة موقوتة معلم. وين؟ عم يحضروها بورشة بالمدينة الصناعية. راقبوا السيارة بعد ما تطلع. ماشي رح نراقبها معلم، بس بدنا نترك اللي عملوها. الحقوها مماتي. ماشي معلم ماشي. شو قال؟ قال هلا ما بيلزموا هالكم سعلوك، بس بده يعرف وين رايح القنبلة. منيح. شو قصدك؟ نحن كيف فتنا بهيك شغلة؟ الله أعلم إذا ضيعنا هالسيارة وين رح يفجروها. لك مو حرام هالنسوان هالولاد الصغار؟ ليك إذا أنا ما بقوص هالمجرمين وبروسهم كمان، ما بيكون اسمي مماتي. تامر شو عم تعمل؟ عم جهز النظام معلم. نظام شو؟ في أجهزة جديدة بتمنع التنصت بالتشويش، وعم ركب منها هون معلم. ومين اللي بده يتنصت يا تامر؟ بعدين فيهم يتنصتوا على الموبايلات. عفوا معلم ما فهمت. يعني اترك هالشي من إيدك يا تامر ولا تشتغل على الفاضي. وإذا بدهم يتنصتوا خليهم يتنصتوا، بلكي بيتعلموا يعملوا شيء. معك حق، بس أنا متضايق كتير. وليش بقى؟ أنا مبسوط إني معكم، بس حاسس حالي بلا فايدة. يعني إذا ما بدكن ياني لما بيخلص شغلك معي رح أقلك يا تامر، فلا تزعل على الفاضي. ألو بابا عمر، أنت وين؟ شو صار بحق عن حسين؟ معلم أنا شفت ملفاتهم وطلعتهم بالوقت الحالي صعب كتير. لا تشغل بالك، أنا دبرتهم رح يطلعوا بكرة. إذا قلتوا هيك فأنا مرتاح يا معلم. شو وضعهم؟ حقان أثبت جرمه، أما حسين ما أثبت عليه شيء. لا يطلعوا بالأول، كل شيء رح يتغير. حسين بالبداية رح يكون متردد، بس رح يتأقلم بسرعة. أول ما يطلعوا هالقبضايات جيب لي إياهم. أمرك معلم. الأمور جاهزة يا إبراهيم؟ نعم يا بكر بيك. شو بدنا نستفيد من هذا الموضوع؟ بكر بيك، رح تبين بعض الأمور على إنها استثمار، والاستثمار ما رح يكسبكن اليوم، بس بالمستقبل رح تعرفوا فائدته. تعرف شو بدهم يعملوا بهي السيارة؟ الله أعلم، على كل ما بيهمني هذا الموضوع. وكمان أنتم مسحوا من راسكن هذا الموضوع، السيارة لا بتعرف عنها شيء ولا شفتها. أنت بتضمننا أنه ما نتلوت بهيك قذارة يا سيد إبراهيم؟ لا أنا ولا عمك ولا أبوك بيقدروا يعطوك هاي الضمانات يا سيد بكر. أنا بساوي الشغل اللي علي وبس. أما أنا بشتغل عندهم من 15 سنة وبحياتهم ما زدتوا الزهر وما استفادوا.
هدول ما بيضيعوا وقتهم. أنا أجيت حياتي. انبسطت لأنك مالك بالشغل. شو رأيك نطلع نتعشى برا اليوم؟ لا تكذبي علي. يعني وين بدي يكون؟ مثل كل مرة حبيبي. جاوبيني، وين كنتي لهلأ يا خانم؟ رحت على السوق واشتريت أغراض، بعدين رحت على الكوافير وشغلات عادية يعني. جودي، قلتلك لا تكذبي علي، وين كنتي؟ أنا ما عم كذب عليك. أصبح جاوبي، وين كنتي؟ ماشي، إذا بتريد لا تصرخ. رحت على مكتب سياحي واشتريت بطاقتين لروما. بالفترة الأخيرة كنت متوتر وفكرت إنه هاي الإجازة منيحة إلنا، بس هالشي على الفاضي. تقدر تحرقون. الله يلعن الشغله. شو سويت؟ شو سويت؟ شارد ونسيت الوقت. معك حق، هلا امك بتكون قلقانه. نسيت الوقت ولا امي؟ معقول انسى اللي بخليني اتذكر؟ احيانا عم بشرد بشغلات كثيره. شو هي هالمره يا بابا؟ هالمره حاولت اتوصل للتناقض بين الحقيقه والخيال، وحاولت الاقتراب من سر قوه الجاذبيه، وحاولت ايجاد العلاقه بين ما هو واقعي ومجازي. شو هو المجازي وشو هو الحقيقي؟ المجازي هو انت وانا، وانا وامك، انت ورهف. نحن مجرد حلم، كلنا نايمين منفيق عند الموت، وقتها بتبلش الحقيقه. في اشخاص اموات قبل ما يموتوا بالفعل. الحقيقه بالنسبه لهم بتبدا من هالدنيا هي. معناتها البحث عن الحقيقة هو طلب الموت. لا يا ابني، ما بيجوز تمني الموت، لأنه طلب الموت قبل الموت يعني هو معرفة عدم الارتباط بما هو فاني، وهذا هو الحب الكامل، يعني أن تصبح خالدا. يعني ارتباطي برهف كان مجرد مجاز؟ مجرد مجاز. قصدك مانو حقيقي؟ كل شيء له نهاية وفاني يا ابني، مو حقيقي. ليش بقى؟ أنا بحس إنه رهف هي أكبر حقيقة بحياتي. رغم الفترة اللي مرت بضل بحسها حقيقية كل يوم، ولأنه رهف بحياتي ما في أي مكان لمرة تانية. قالوا القدماء كل لقمة كبيرة ولا تقول كلام كبير. بس هي حقيقة، أنا هيك بحس. كل فتنة المجاز موجودة هون، بيظهر نفسه كأن الحقيقة بذاتها. نحن مانا حقيقيين، نحن صور الحقيقة وانطباعاتها. ما لازم نحكي كلام كبير. هلأ أنت بتحب رهف، يلي خلاك تحب رهف خلى رهف تحبك. هاي هي الحقيقة، بس انك تعيش كتير من المجاز حتى توصل لحبه.
ليش بدهم يفجروا المرآة يا ميماتي؟ لما بطلب منك تستنى استنى، يعني ضروري يجي حدا ويلاقي سيارة؟ معلم، وإذا فجروها؟ بعتذر معلم. انت انتظرني، رح جيب هداك الرجال. وين بدك تجيبه؟ المعلم ما بده هيك. ماشي عبد الحي، اللي ورا مين منهم رح روح. يلي بيعملها بسيارة بيعملها بباص. بس يا ميماتي، إذا بط عليه بده ينهار النظام كله، وما رح يضل بإيدنا غير سيارة مليانة بالسماد. أوف أوف. وبعدين تغضبوا علي، هاي الشغلات مو من شغلنا، الدولة فيها شرطة وفيها استخبارات كمان. تترك كل شي عليهم؟ ليش فتت على هيك شغلات لكان؟ إذا قال المعلم انتظروا بننتظر. يلا بسرعة بسرعة بسرعة، يلا استعجلوا، شو بسرعة. هاي هي السيارة اللي بلغونا عنها يا سيدي. شو عم يصير؟ شو عم يصير عب؟ وين راح؟ وين كنت عبد الحي؟ انحصرت ورحت على تواليت. خلينا نهرب، اجت الشرطة. شو إلى شغل الشرطة هون؟ معناتها في حدا خبره. بيكون أنت اللي خبرتهم. قلت لك كنت بالتواليت. حسابك بعدين. شوف، طلع بعيون عدوك اللي قدامك وتخيله عم يتوسل لك. امسك نفسك وبعدين تطلق عليه النار. فهمت؟ يلا لشوف، تابع يا بطل، لا تنسى سدد منيح. Huh?
حاضر سيدي. جمعوا يا شباب يلا بسرعة يلا 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 تعال بسرعة بسرعة. يا شباب أنا فخور فيكم، ورح يجي يوم شعبنا بكل أنحاء البلاد رح يكون مفتخر فيكم. تعرفوا الخاصية اللي بيتمتع فيها بلدنا يا شباب؟ هي قادرة تخرج أبطال من أبنائها بكل الظروف الصعبة والقاسية. أنا كلني إيمان وبكل واحد فيكم إنه رح يصير بطل قومي وما رح تنساه الأمة مدى الأجيال. شكرا. بهالليلة رح أعطيكم فرصة كبيرة. حسب المعلومات اللي وصلتنا بشمال العراق بمساعدة الخاينين الكلاب من الداخل اللي ناويين يبيعوا بلدنا رح تفوت مصاري كتيرة وبالشوالات. نحن لازم نصادر هالمصاري لصالح أمتنا. وهلأ اللي بده يتطوع يرفع ايده. انتوا رجالي. مرحبا مرحبا. هلا مرحبا مرحبا مرحبا. اهلين. مرحبا هلا هلا مرحبا. مين هان؟ واحد اسمه جورهان. كيفكم شباب؟ يا عم يدرس حقوق يا علوم سياسية بالجامعة، بيجي كل يوم وبينفخ لنا راسنا. الوطن عم بيضيع من بين ايديكم وانتو عم تلعبوا هون. ما بس هو ما رد علينا. والله جاي عبالي اوص يمين وشمال وما خلي حدا منكم. شو هو جديد؟ مو من زمان انتقل لهون، في معه 3-4 شباب بالبيت. والله غريب. هدول يا شباب عم يبيعوا البلد شبر شبر. ولمين عم يبيعوا البلد؟ لكل واحد مانو تركي. بيشوفوا عوائلهم وقيد النفوس تبعهم وبيقولوا للي بيطلع من تركيا منهم يلا روح، وبعدها بيبيعوا أملاكنا لأعدائنا. ليش؟ لأنه عندهم كتير مشاكل. ما قلعنا كل المستغلين باتفاق لوزان من هون للأبد، قلعناهم. وشو عم يساووا هلأ؟ عم يجرحوا قلوبنا بسكاكين أعوانهم وعم يوسخوا بكل مكان. بعدين لا تنسوا انه الجمعيات والمؤسسات التعاونيه كلها بايدهم، المشافي والمدارس والبحر الابيض والبحر الاسود والجنوب. ليش شو فينا نساوي غير انه نعبر عن غضبنا؟ مثل ما هني عم يساووا جماعات، نحن كمان رح نساوي جماعات. وشو من شان الدوله؟ مين رئيس الحكومه؟ ممكن يكون بضلاله بغفله بخيانه. بالنتيجه هي الدوله لمين؟ دولتنا. رح ندافع عن كل شيء هو إلنا، ورح نصير اقوى منهم، وعددنا اكثر من عددهم، واكثر اسوء منهم كمان. يا أخونا هذا المكان للعب ومو للمحاضرات. قوموا يا شباب، في عالم تزعج الحقيقة. خليهم عم يلعبوا بلا ما يعرفوا الحقيقة. ولك إياد لا تعملنا مشاكل بيوم الصيام. تفضل. لإمتى بدنا نستنى هون؟ أكيد شوي ورح ينادونا. ما بقي كتير يا أنجي، رح ينتهي كل شيء. بعد عني.
انت عادي هون. انت محامية؟ لا، لو كان عقلي براسي لدرست وصرت محامية. ليش حاطين الكلبشات بإيديكي؟ عن جد؟ شايفتك غريبة عن هون. ايه مزبوط، وأنا مثلك كمان، لكن بعرف لا طريق المحكمة ولا السجن ولا المغفر، بس عرفتهم. شو عاملة؟ تزوجت من الرجال الغلط. صار معكم مشاكل وقت الطلاق؟ نحن ما عنا طلاق، شو عم تحكي أنت؟ يا بتقتلي جوزك يا أما هو رح يقتلك، خاصة موضوع الشرف. صح، أنت زوجك خانك ما هيك؟ صحيح. وعشيقته هي؟ الله لا يوفقها، خربت لي بيتي. زعلتيني، زعلتيني كتير. وأنا زعلت، لو كان عقلي براسي هديك اللحظة ما كنت عملتها. أنا ماني ندمانة، لا تفهميني غلط، كنت بقتل قليل هالشرف هداك ألف مرة من شاني ومن شان شرفي. بس شو ذنب الطفل اللي ببطني؟ راح يجي بالسجن. شو يعني؟ وليش راح يولد الطفل بالسجن؟ وين بدك يعني أولد يعني؟ أكيد راح جيب الولد مطرح ما أنا موجودة. لا، أنا مو هيك قصدي. أنت مانك مذنبة إذا زوجك خانك وأنت حامل، يعني إذا لقيتك المحكمة مذنبة وبعد ولادة الطفل وليكبر رح تقضي عقوبتك بالسجن، بس أنت بتقدري تقضيها بالبيت. أختي، أنت جاي جديد على تركيا؟ لا، هالكلام مو منطقي. وين أنجي خانو؟ ليك هونيك. أنجي خانو، المدعي ناطرنا. يلدز، هي السيدة صديقتي، يا ريت تهتم بقضيتها. أنجي خانو، الوقت هلأ شوي مو مناسب. إذا بتريد. بوعدك ابنك ما رح يولد بالسجن. إن شاء الله، إن شاء الله. بس تفضلي هذا كرتي، عطيه لمدير السجن وهو بيعرف كيف يلاقيني. شكرا أستاذ، الله يكتر خيركم. تفضلي. مين هي؟ يلدز، إذا كانت المرأة حامل وفاتت على السجن بتولد هنيك؟ إيه. عمل أي شيء لتطلع هالمرأة. تفضلوا عدو. مثل ما شرحت لكم قبل شوي سيدي المدعي العام، بناء على الوضع الحرج لموكليني، على اعتبار انهم اقرباء قريبين للمرحومه، هن كثير مزعوجين لانه الموضوع طول. حضره المحامي، انا ما عم بتجاهل الامر، بس تقارير الطب الشرعي واضحه ودقيقه يا سيدي، وبتقول انه المرحومه انتحرت. في نقص واحد بالتقرير، عينت البارود. ما فحصنا عينة البارود الموجودة على يد القتيلة، مشان هيك بدنا ناخذ إفادتكم مرة تانية، كيف صار معها الحادث. بس يمكن يا سيدي بوقت ما صارت الحادثة وتدخلوا أنجي خانم والسيد كمال، يمكن فحصوا نبض القتيلة ولمسوها، مشان هيك صار في إلحاق ضرر غير مقصود بالأدلة. Thank you.
سيدي هدول كتار. نحن هذا حقنا. لا تخاف أكيد ما رح يأكلوني. بتلحقونا يا معلم. من حقنا ناكل نحن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا اسمي يالجين بولوت. أنتوا احفظوا اسمي الثاني وما عليكم بولوت. نحن بدنا مصاري. هذا حقنا يعني. نحن جوعانين. من 6 أشهر ما قبضنا ولا ليرة. بكفي بقى طبعا. ممكن اعرف مين يعني الديك فيكم؟ مصارينا عطونا. خليني اتفاهم معه. يعني. تفضل انا. خبرني شو المشكلة؟ نحن اصحاب هالمينا الحقيقيين. عم نشتغل صبح ومساء بالتلج وبالبرد. حر الصيف لا تسأل عنه. عم ننزف دم اكتر من العرق. شي طبيعي. اكيد هذا حقكم. اشتغلوا صح وانا معكم. الكل عم يخدعنا. نحن ما بدنا حكي، بدنا مصاري. استنى شوي. مو قلت هذا هو ديككم؟ واحد منكم يصيح. احكي بأدب مع العمال. ما تخلي العمال يتأدبوا بالحديث مع أصحاب العمل. أنا امبارح اشتريت هون، وبدل ما تجوا وتباركولي عاملين إضراب ومشاكل، تعوا مثل العالم والناس واحكوا مثل الرجال لنتفاهم، ووقتها بعطيكم حقكم وفوقها حبة مسك. هديك الحالي. الحمد لله على السلامة. شكرا لك. شكرا على جهودك اللي بذلتها. الواحد ما بيصدق انه رح يطلع لانه سمعنا وعود كتير وما زبطت، بس انت كنت عند وعدك. يسلم المعلم ظافر، هو اللي ترجى المعلم ولبى طلبه. كمان بنبسط اذا بتنادولي جيم. تفضلوا نروح نشرب شاي. خلينا نمشي. انا رح امرق على البيت لانه المشغول بالون علي. حسين عيب عليك، خلينا نروح نشرب شاي ونشكرهم شخصيا. نشكرهم بعدين يا حقا. مثل ما بدكم. عيب. يا حكمة أفندي. لا تقلي بس. تعامل مع هذا اللي اسمه غورهان بشكل منيح. مين هو حتى يحكي معي هيك؟ يا ابني رح تتعامل معه حتى تكتشف مين هو. بس عم يحكي كلام فاضي. تعرف كم واحد بيقتنع بهذا الحكي الفاضي؟ بتعرف شو بيعملوا بعد ما يقتنعوا فيه؟ أنا ما دخلني. يعملوا اللي بدهم إياه. مو صح. هدول الناس اللي شايفهم هلأ جنبك رح يكونوا معه بعد كم يوم. شو شغلهم معه؟ اسم على مسمى. كلكن أولاد. تلعبوا مرة ومرتين وبعدين تتدايقوا. هذا غورهان إذا وعدك بمغامرة أكبر من هاي فرح يكون الكل معه، واللي ما رح يكون معه رح يكون ضده مثلك، مثل ما صار قبل 11 إيلول. آخ منك أنت، لأنه كلامك كتير صعب. عم تبالغ كتير إياد. نهاية هاي القصة شوفت الحال. يعني مثل ما بتقول في بطولة، ما بيحسن شاب مثلك يعمل هيك. لا تظن انه اولاد هالوطن ضربوا بعضهم لانك ربحت انت وانا بالهوكاي. هن عملوا هيك لانك خاين، اما انا لا. يا حضرة المحامي، نحن عم نساعد السيد خليل ابراهيم بكل ما بنقدر. كل يوم في باحة وهو عم يشتكي من مشاكل مرضية، بس الدكاترة عم بيقولوا إن المشكلة ما جسدية، هي نفسية. عم بيعصب كتير. شو هو مرضه؟ قدروا يسموه؟ عدائية. عم تظهر عند السيد خليل إبراهيم بعض هاي الأعراض. لازم نبعته على قسم الأمراض النفسية بسرعة. بس قبل كل شيء لازم نخبره بالأول. أنا رح أهتم بالموضوع. أهلين، شرفت.
الخبيثة عم ترجع تاني مرة. يا سجان، يا سجان، يا سجان. لك أزمة قلبية، وقف قلبي. افتح الباب. الحمد لله اجيت هالمرة قبل ما يبلش الوجع. المدير عم يستناك. لك انا رح موت هون عم توجع وماني قدران شوف حدا. يلا على الباحة. ايه هلكتنا يا خالو. المحامي عند المدير وهو يلي بده يشوفك. ومين هذا المحامي؟ واحد شعره طويل من رجال مراد الحبيب. كيف حالك يا خال؟ حل عني من الترحيبات هلأ. الطبيب اللي كشف علي آخر مرة كذاب. شوف يا محامي، عمل كل شي بتقدر عليه وجيب لي شي دكتور منيح تاني مرة، وإلا رح بلش أحفر خندقها. لا أبدا. شو نفق يا خال؟ أنا حكيت مع السيد المدير والأطباء عندهم تشخيص لحالتك. مو عصرت حلق هداك الدكتور؟ نفعت معناتها. قلبي مسقوب مو هيك؟ قلب مفتوح، هذا الشيء مزبوط؟ لهالدرجة الموضوع صعب يعني؟ صحيح يا محامي، ما في مهرب من الأجل، لأن رجال بنؤمن بالقدر ومنعرف كيف منستسلم. يا أما مننام بالقبر أو مننام بالسجن، شو يعني؟ لا مو هيك، الأطباء قالوا يعني مراد على المدار بيقول بعتوا خليل على المشفى ولا تتدخلوا بالباقي أبدا. شو يعني أنا مجنون؟ الأمراض النفسية. شو؟ أي دكتور هاد؟ هونيك في عنا شخص منعرفه. ومنفحص قلبك بما أنك هونيك. وبعدها الله كريم. تعرف راح وجع ظهري. ليش واقفين؟ يلا نروح على المشفى. يلا. كيف بتنام مماتي؟ أنا نمت لحظة بس لأنه عبد الحي كان بجنبي. وأنت عبد الحي كيف بتترك وبتروح؟ معلم انحصرت واتكلت على ميماتي ورحت على التواليت. ما لقيت تروح غير باللحظة اللي نمت فيها، قامت اجت الشرطة. لشو بدك توصل يعني؟ لا ما عم حاول اقول شي. اذا قصرت شي مرة رح حط رصاصة براسك. مزيك اوس، على الاقل بعرف مين اللي اوس. خلصنا بكفي. إذا لازم حدا يتقوص فأنا اللي بقرر مين. عدو، قلت لكم عدو. ماني زعلان منك بس أنا معصب شوي. هذا من قلة النوم. أنا كتير زعلان منك بس مو مشكلة. لا تطول بالزعل، خلص بكفي. ما عم طول الموضوع. أنا لهلأ ما فهمت شلون الشرطة عرفت مكان السيارة ولقوها. بعدين بلا ما نحكي هلأ ونحن بهالحالة هاي، أساساً أنا دبحني القريب. في عنا احتمالين. الاحتمال الأول
انه اصحاب السياره كان بدهم الشرطه تلاقيه، مشان هيك خبروا الشرطه. والاحتمال الثاني انه في حرب بيناتهم، واحد منهم حط القنبله والثاني خبر عنها قبل ما تنفجر. طيب بكل الاحتمالات انهم كان بدهم الشرطه تلاقي السياره، بس السياره المفخخه على شو بتدل؟ انت شو رايك بالموضوع يا تامر؟ بتخيل انها بتدل على التخويف. مين اللي خوف مين؟ اللي خسر الرئاسة خوفوا اللي هنن بالرئاسة. إذا انفجرت بتخوف أكتر. في قنبلة أكبر من الانفجار. لأن القنبلة يا أما بتفجر شخص أو بتفجر مكان، أما الخوف فرح يضرب البلد كله ورح يخلي الناس تقلق، وهذا من أهم خصائص الحرب النفسية. يعني ليش عم بيحاولوا يخوفوا الناس طالما الشعب ما له علاقة بهاي الحرب؟ مشان يكسبوا الرأي العام. لو انفجرت السيارة لكان الناس كلياتهم توحدوا ضد الإرهاب وما كان خاف حدا، وكانوا قرروا يقاوموا. بس هلأ قدروا يزرعوا الخوف، لأنه أي واحد من الناس كان ممكن يكون واقف جنب السيارة. هاللعبة من جوات البلد ولا من برا؟ هاي لعبة كبيرة يا ميماتي، في لعبة بالداخل وفي لعبة بالخارج، ونحن شغلنا ننزع هاي الألعاب.